هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا، مساء التفاؤل، مساء الابتسامة، مساء كل حاجة حلوة عليكم، كل عام وأنتم بألف خير. النهاردة مكملين معاكم في برنامجكم تفائل معايا، يا رب النهاردة نكون متفائلين من بداية الحلقة عشان محدش يزعل مننا. أنا متفائل، أنتم متفائلين؟ متفائلين من البداية؟ أكيد؟ تمام؟ طيب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الأول. ربنا سبحانه وتعالى يسعدكم دايما في الدنيا وفي الآخرة يا رب. النهاردة يا جماعة كل يوم التاني بنتكلم عن موضوع الأسرة. تعرفين موضوع الأسرة ده موضوع كبير جدا، موضوع مش متكفيش مثلا لحلقة ولا اتنين ولا برنامج، لا احنا محتاجين كلنا نتكاتف. واتمنى كمان كل البرامج في التلفزيون تتكلم عن موضوع الأسرة، لأن الأسرة دي هي الأساس. لو ما فيش أسرة ما فيش أي حاجة خالص. لو احنا ما استطعناش نبني أسرة كويس طبعا بالطبع تبقى الأمور كلها مش تمام. الأسرة دي عاملة زي البيت، شايفين حضراتكم لما انت بتعمل بيت بتكون بيت لابد من الأسر بتاعته تكون قوية، اللي هو الأب والأم. الأب والأم اختيارهم يكون صحيح، الأمور هتبقى تمام للآخر. إذا لو اخترنا الأب اختيار صحيح فيه تسوية تمام في موضوع الاختيار، هينجبوا لنا أطفال ثم بعد كده شباب هيكونوا أقوياء يقدروا يشيلوا المجتمع، يا إما يكونوا تمام يا إما يكونوا غير تمام. فعشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع التربية. التربية عامل أساسي يا جماعة في حياتنا، التربية عامل أساسي مع أولادنا. لكن هنربي مين والتربية ماشية إزاي؟ وهل التربية الأفضل الولد زي البنت في موضوع التربية أو البنت زي الولد؟ أو إمتى الأم تحمل على الولد وإمتى الأم تحمل على البنت؟ وإمتى الأب يتدخل في الأمور دي كلها؟ ولو البنت مثلا حصل منها خطأ مثلا ما، إيه العقاب اللي إحنا ممكن نعاقب البنت بيه؟ هل ممكن نضربها أو نهنها؟ أو اللي بيحصل إيه؟ كل يوم التاني بنسمع عن جريمة شكل، يقولوا البنت سابت البيت وخرجت، البنت هربت، البنت مش عارف إيه، حاجات كتيرة جدا يا جماعة بنسمعها ونجي ندور الحقيقة بنلاقي الموضوع عكس كده خالص. نلاقي الموضوع يا جماعة سوء التربية في البيت أدى لحاجات كتيرة جدا. النهاردة مش شرفانا حد بجد عزيز على قلبي أنا شخصيا، وحد عزيز قوي وحد كويس جدا، حد بجد بنتعلم منه كل يوم التاني حاجة كويسة. عظيم بمعنى الكلمة، حد من شباب الفيوم من محافظة الفيوم، ذو علم، ذو رقي، أخلاق عالي، مبادئ وقيم وحاجات كتير جدا مش عايز أتكلم فيها كتير جدا. اللي أنا أقدر أقوله يعني ملخص بين كلمة بين قوسين إنه حد كويس وحد تمام. مشرفانا النهاردة في برنامجكم تفاءل معايد معالي الدكتورة أسماء الهرش. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتينا نورتينا دكتورة. ميرسي لذوقك. تحياتي لحضرتك. ربنا يبارك. دكتورة أسماء الهرش النهاردة هنتكلم عن التربية. طبعا التربية ده بشقيها تربية موضوع كبير جدا، لكن انت ليه النهاردة حبيت نتكلم عن موضوع التربية وخاصة ان يخص البنات وما يخصش الولاد؟ فليه النهاردة عايزين نستفيد النهاردة حضرتك؟ النهاردة أمهاتنا وأزواجنا منتظرين هذه الكلام. ناس كتير على فكرة كلمتني عن موضوع تربية البنات، وريت حضرتك تعمل لنا حاجة عن الموضوع البنات، لأن أنا البنت بتصل سن المراهقة مش عارفة أتعامل معها إزاي، سن البلوغ مش عارفة أتعامل معها إزاي، البنت لها ممكن أقول لها كلمة بتحزن بتزعل بتاخد الكلام تأثيرات نفسية مش عارفة تعمل إزاي. فأنت ليه النهاردة خلينا في البداية اخترت البنت ما اخترتيش الولد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما قضاه وسطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره. والصلاة والسلام على الرسول الأمي من قرأ الكتاب من جبريل وعلمه. مرسي جدا لذوق حضرتك، مرسي على التقديم الرائع. أهلا وسهلا بحضراتكم، سعيدة جدا أنا موجودة مع حضرتك للمرة الثانية في برنامج حضرتك المميز جدا تفائل مع عايد. وأهلا وسهلا بأسرة قناة الصحة والجمال، كل سنة وكل أخواتنا المسيحيين بخير، كل سنة هم طيبين. وسعيدة جدا بقرار الرئيس السيسي بإنشاء اللجنة العليا
لمواجهة الأحداث الطائفية، خطوة رائعة جدا جدا جدا. طبعا حضرتك النهاردة بنتكلم في موضوع كويس قوي وموضوع حيوي، وحضرتك بدأت بتقول لي ليه اهتمينا أو ليه أنا بقول لحضرتك نتكلم عن تربية البنات، وخصينا ليه الحلقة النهاردة بتربية البنات. بقول لحضرتك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، ورسولنا قال رفقا بالقوارير، وشعرنا العظيم قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. من هنا بنقول حضرتك ان لو في تنشئة سليمة للبنت اكيد بعد كده هنلاقي ام كويسة، ام مثالية، ام ممتازة، هنلاقي زوجة ممتازة. عشان كده انا مهتمية بالتنشئة الصحيحة للبنت. تمام، احسنتي احسنتي. مع العلم ان الام مدرسة ان اعددتها اعددت ايه؟ شعبا طيب الأعراق. الله، بالتربية هي الاساس. هتربي كويس هتجني ثمار نهاية المحصول كويس، كما زي ما بتزرع بالظبط. كل ما بتزرع حاجة كويسة أكيد وتتعب معاها أكيد في الآخر يعني ستجني ثمار منها حاجة كويسة. طيب دكتورة، البنت النهاردة إزاي نتعامل معاها؟ خاصة طبعا أنا ما أعرفش أفرق بين ولد وبنت في المرحلة الأولانية، وخاصة في البداية بناكل مع بعض بنشرب مع بعض. أحيانا تبدأ البنت يزرع عليها بعد تقريبا بعد 6 سنين أو 7 سنين يبدأ الموضوع يختلف. في غالبا في الأرياف الناس بتظهر الموضوع عادي زي الولد زي البنت، ربما يعني المعاملة بتبقى قوية كمان وقاسية جدا في هذا الموضوع. أنت شايف الموضوع من وجهة حضرتك إزاي في كيفية البنت لما تظهر سن 6 سنين كبداية الفكر وبداية تطوير الموضوع، نبدأ معها إزاي؟ طبعا احنا بيبقى عندنا الطفل سواء ولد او بنت ده بيبقى عامل زي جهاز الكمبيوتر. لما حضرتك بتشتري جهاز كمبيوتر في البدايه بيبقى ابيض خالص مش عليه اي حاجه، حضرتك اللي بتبتدي تحمل عليه برامج عشان تقدر تستخدمه بطريقه كويسه. فطبعا سن 6 سنين ده اول حاجه طبعا رسولنا صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نعودهم على الصلاه من سن 7 سنين. تمام. ونبتدي نعاقبهم او نضربهم بس مش ضرب مبرح يعني من سن 10 سنوات. تمام. السن ده جميل جدا في ان انت تبتدي ترسخ مبادئ معينه وقيم معينه عند البنت عند الطفله، انك تعوديها انها تحفظ السر. بلاش طبعا الامهات اللي بيعملوه يعني انها تبعت مثلا بنتها الصغيره مع باباها في الشغل وتبتدي تنقل لها الاخبار بالظبط وبابا كلم مين وبابا عمل ايه طبعا اغلب الامهات بيعملوا الخطوه دي، ربنا يا رب يهديهم يعني. حضرتك طبعا بتعوديها كده انها تفشي السر، انها ده طبعا سلوك خاطئ يعني. كويس، انت فكره كلمه جديده. طيب ناخد استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور عايز؟ الحمد لله بخير استاذنا الفاضل، زي حضرتك. تحياتي للدكتور اسماء. تحياتي لحضرتك، اتفضل. ربنا يكرمك يا فندم. انا حضرتك كنت عايز اسال الدكتوره يعني انا دلوقتي كشاب لما اجي اختار بنت اختارها ازاي؟ اختار على اساس ايه؟ تمام، برغم ان هو سؤال بعيد لحالك ما فيش مشكله. حاضر، شكرا لحضرتك. شكرا، اتفضل. هو ده طبعا كان موضوع حلقتنا المره اللي فاتت عن اسس اختيار شريك الحياه والزوج المناسب. انا طبعا بنصح ان هو يتابع الحلقه لان الوقت قصير جدا مش هنقدر نجاوب على السؤال. انت ممكن حضرتك تتابع الحلقه اللي فاتت، حضرتك كان نتكلم عن شريك الحياه مع الدكتوره اسماء. بمجرد ما تكتب بس على اليوتيوب تفاعل معايا تظهر لك كل الحلقات. ممكن تشوف الحلقه بتاعي الاسبوع اللي فات تقريبا كان زي النهارردكانت يوم الخميس 3/1 كان اتكلم عن شريك الحياه. اتمنى اخدنا بالتصريح النهارده يا جماعه، احنا النهارده بنتكلم عن موضوع تربيه البنات. تربية البنات يا اخواتنا، اتمنى اللي هيتصل يا جماعه يكلمنا في صلاب الموضوع عشان الوقت بتاعنا. طيب دكتوره النهارده طبعا عشان الوقت برضه بتاعنا اكتر، البنت سن البلوغ الموضوع برضه بيتدرج من 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 المرحله اللي هي 6 سنين او 7 سنين لحد لما نصل لمرحله سن البلوغ. والله دي مرحله ودي مرحله. طبعا سن البلوغ ده بيبقى مرحله حرجه جدا عند البنت، فلازم الام تكون واعيه وتكون وتديها معلومات كافيه عن المرحله اللي هي فيها دي، لان البنت بتبقى مش فاهمه حاجات كتير. فحضرتك المفروض توعيها، لان لو حضرتك ما وعيتهاش هتضطر تاخد المعلومه من بره وانت مش ضامنه هي بره ده الشخص ده ممكن يقول لها ايه بالظبط. يعني قصدي يا دكتوره ان من المفترض ان كل ام النهارده تصاحب بنتها؟ طبعا. يعني هي مثلا هيبقى في مشكله
طبعا لازم لو هي خليتها صاحبتها لازم تعلمها ازاي تعتني بنفسها، تعتني بنظافتها الشخصيه. طبعا زي ما بقول لحضرتك بيبقى في تغييرات كتيره جدا، والبنت احيانا ما بتبقاش مهيئه للتغييرات دي، لازم تفهمها ايه بالظبط اللي بيحصل يعني، والفتره دي المفروض تتعامل معاها ازاي. لازم نقرب من بناتنا ولازم نستوعبهم. حضرتك خليكي صديقه ليها مش بس لمجرد ام، شاركيها دايما في كل حاجه في حياتك، اعتمدي عليها. احسنتي. طيب دكتوره، الاصعب بقى من سن البلوغ او تبدا بدايه بقى الامور تتماشى مع البنت وتكبر اكتر اكتر اكتر، الموضوع ده بيكون مؤثر عليها تاثير كبير جدا جدا في بعد سن البلوغ اللي هي بتخش مرحله المراهقه. البنت لما بتصل سن مراهقه بتعمل حاجات غريبه جدا، احيانا الاهل بيعاقبوها عقاب شديد على ما تفعله، واحيانا بتجيب ثقافه غريبه هي مش موجوده اصلا، او عادات وتقاليد هي ماهيش موجوده في الاسره بتاعتها او في العيله بتاعتها، بتحملها من اصدقائها من فلان من علان، خلال مثلا بتروح المدرسه بتحمل صفه غريبه عليهم، فمن هنا بتحمل افكار غريبه جدا، فيجي الاهل بيعاقبوها عقاب قاسي جدا. الموضوع ده بيأثر عليها تاثير كبير جدا بعد الزواج، يعني بعد المرحله لما هي بتتزوج بتشوف بقى اللي كان بيحصل ايه والحاجات دي كلها بتتاثر هي تاثير كبير جدا بعد مرحله الزواج. تمام. طبعا حضرتك عندك حق، بس هو في جزئيه طبعا قبل ما ندخل في مرحله المراهقه، ان الامهات يعني او عامه امهاتنا في مصر بيبقوا حابين دايما يعتمدوا على البنت اعتماد كلي وشامل في موضوع البيت، وتلاقيها دايما عايزه تعودها تكون ست بيت كويسه، بس بتنسى ان هي برضو بتحرمها من طفولتها، بتحرمها بتسرق منها طفولتها. تمام. فلازم نعمل توازن. انا ممكن اعتمد عليها، ممكن ان انا اعودها انها تساعدني، يبقى ايدها بايدي على طول في كل حاجه، بس ادي لها مهام وحاجات مناسبه لقدراتها. طيب. مش حاجات اكبر من طاقتها. ناخد اتصال. ماشي، اتفضل. استاذ عبد الرحمن، اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور عايد، اخبارك؟ الحمد لله بخير، اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عبد الرحمن. والله انا فرحان قوي بالبرنامج، بسم الله ما شاء الله عليك، انت رائع والله يا دكتور. ربنا يسعدك، شاكر فضلك، شكرا شكرا. انا بشكر الدكتوره اسماء القرش برضه، بسم الله ما شاء الله على موضوع الحلقه، ممتاز والله، كلنا متابعين والله، البيت كله متابع والله. اشكرك، تحياتي تحياتي. في اي اسئله او استفسار؟ شكرا، تحياتي للاستاذ عبد الرحمن وكل اخواته، وطبعا استاذ عبد الرحمن يونس الارمبي، الطب البديل وما ادراك ما الطب البديل، تحياتي للدكتور يونس وكل الاسره، والاستاذ عبد الرحمن من الشخصيات اللي انا بحبها، بحبك استاذ عبد الرحمن على الهواء اهو، بقول لك بحبك وبحب اخواتك، تحياتي لحضراتكم جميعا. طيب نرجع لموضوعنا دكتوره. المراهقة موضوع كبير جدا، أتمنى يا أخواتنا كل أم النهاردة تسمع الكلمتين دول لتروم الدكتورة أسماء عن موضوع المراهقة. طبعا المراهقة فعلا مرحلة حرجة جدا في حياة أي بنت، ولازم أنا كأم أتعامل مع المرحلة دي بطريقة صح. زي ما بقول لحضرتك لازم دايما تعتبريها صديقه ليكي، دايما مقرباها، اسالي عليها على طول، ما عنديش مشكله خالص ان انت دايما تتابعيها في التليفون، بس مش اسلوب اللي هو وكيل نيابه، يعني انت فين ورايحه فين وبتعملي ايه وكانك بتشككي فيها، لا انت اعملي ده من باب ان انت بتطمني عليها. شوفي اصدقائها اصحابها، ممكن مره كده تعزميهم في البيت، ده طبعا هيبقى ذكاء منك، منها تشوفي تعاملاتهم ازاي مع بنتك، هتعرفي بالظبط الاجواء كده بينهم ازاي، لو في شخصيه معينه انت مقلقه منها هتفهمي مفاتيح الشخصيه دي ايه بالظبط، بحيث ان انا ما ابقاش سايبه بنتي بس لصديقاتها وتبقى متاثره بيهم يعني. تمام. طيب دكتوره، طبعا انت عارفه موضوع التربيه موضوع كبير جدا، انا احيانا بربي البنت تربيه كويسه جدا، الاب والام احيانا بيبقى موجودين هما الاثنين بيعملوا التوصيه بتاعتهم، يا بنت اعملي، يا بنت شرقي، يا بنت غربي، يا بنت كذا وكذا 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 كده، لكن ايه المشكله في المجتمع؟ تأثيرات المجتمع النهاردة بالتقدم التكنولوجي الحديث اللي هو ظهر علينا بكل ما يعني يدعي انفتح بطريقة غريبة جدا، واحنا المشكلة ان احنا كمجتمع عربي مشكلتنا للأسف يا دكتورة ان احنا بنحفظ ما بنفهمش، فبنشوف فلان طبق هعمل حاجة احنا بنعمل زيه خلاص. يعني على سبيل المثال انا النهاردة كبنت في الأرياف بشوف بنت النهاردة في المدينة لابسة بنطلون جينز عايزة البس زيها، بدون فهم بدون درايه بدون انت شايفه الموضوع مشي ازاي؟ موضوع تقريبا الحفظ بالشيء لا بالفهم بالنسبه للبنت. طبعا حضرتك احنا لو مؤسسين ومربيين تربيه كويسه مش هنخاف قوي خالص من اي مؤثرات، بس هل في مؤثرات؟ طبعا في مؤثرات. طب ممكن قبل المؤثرات ناخد استاذ علاء؟ اتفضل. استاذ علاء السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. انا بشكر حضرتك ان انت اخترت الموضوع ده، موضوع مهم جدا.
وبشكر الدكتوره اسماء على كلامها، وبجد والله بنستفاد منها يعني، دكتوره محترمه بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعدك، شكرا لحضرتك دايما دكتور عايز. شكرا، بنستفاد دايما من حضرتك والله، واختارك المواضيع دي مهمه جدا يعني. اشكرك، اشكرك سعلاء، اشكرك، تحياتي لحضرتك، شكرا، شكرا، ميرسي. احنا يا جماعه بنحاول بقدر الامكان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق النار ولو بشق تمره، فان لم تستطع فبكلمه. انا اللي انا اقدر استطيعه، مش هقدر احارب، مش هقدر اعمل حاجه، فانا بطلع للجمهور بقول يا جماعه والله احنا عندنا اخطاء 1 2 3 4 ممكن بنظهرها وبنحاول نعالجها، بنحاول نستضيف في برنامجنا ضيوف افاضل يحاولوا يوضحوا الخطا اللي حصل او الكسر اللي حصل او الشرخ اللي حصل ده ازاي نعالجه ازاي. تحياتي لكم جميعا. نكمل موضوع المؤثرات. دكتور انا دلوقتي ربيت البنت، لكن الخارج بقى لما بتخرج للمجتمع الدنيا اكيد الشارع بيأثر، اكيد اصدقائها بتتأثر طبعا باصدقائها جدا. انا عايز اعلم بنتي دكتوره ان هي تبقى التربيه دي ما تأثرش فيها، الحاجات الخطأ دي اللي لما بتخرج بره البيت ما تأثرش فيها. ايه الخطوات لو انا عملتها النهارده كل ام عملتها مع بنتها البنت ما تتأثرش باللي خارج بره البيت؟ انا بقول لحضرتك يعني يمكن كمان من الحاجات اللي بتاثر بشكل كبير جدا وبعض الامهات مش بياخدوا بالهم الانترنت طبعا والسوشيال ميديا. للاسف يعني ان انا هقول كده، في عدد كبير جدا يا دكتور عيد من البنات بيبقوا محملين على تليفوناتهم الشخصيه صور اباحيه وفيديوهات وكلام زي كده. طب قبل ما نوصل لهذه المرحله ممكن ناخد اتصال؟ استاذه سهير، اهلا وسهلا بحضرتك. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. حضرتك عامل ايه؟ بخير الحمد لله، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. بهنيك على البرنامج بتاعك ده والله، حقيقي بنستفاد منه كتير والله. ربنا يسعدك، شاكر فضلك، شاكر فضلك. وهنيك على الدكتوره المستضيفه دي، بصراحه بنستفاد منها كتير والله. الدكتوره دي عظيمه. يعني انا عندي 50 سنه بسمعها دلوقتي والله مستفاده منها كتير يعني. ربنا يسعدك، شاكر فضلك، شكرا. لو سمحت عايزين نختصر يعني من نماذجك الجميله دي، النماذج الكويسه دي، هي صغيره ومقربه من بناتنا كده عشان بناتنا يفهموها. ان شاء الله باذن الله، هي ان شاء الله متواصله معنا ان شاء الله في برنامجنا ان شاء الله باذن الله ربي، واوعدك ان شاء الله يكون لها اكثر من لقاء ان شاء الله باذن الله، دبان الجمهور طالب كده. تحياتي لحضرتك استاذه سهير واخواتنا المشاهدين، اتفضلي يا دكتوره. مؤثرات طبعا. بقول لحضرتك كنا بنكمل جزئيه السوشيال ميديا، حضرتك دايما لازم يكون في متابعه مستمره للبنت، اعرفي حتى لما بتدخل وبتقعد فتره كبيره جدا على الانترنت تعرفي هي بتبحث عن ايه. يعني يا دكتوره ما اسف يعني الام ولا الاب يا جماعه جايب لبنته تليفون، من حقه ان هو يمسك في التليفون بتاع بنته ويقلب فيه؟ طبعا لو شكيتي انا في العادي لا، ما ينفعش اتجسس على حد طبعا، وديننا قال لنا كده، بس لو انا شكيت ان بنتي بتعمل حاجه غلط طبيعي. إن أنا طبعا يعني لابد ان انا ابقى عارف. كمان يا جماعه الناس اللي هي بتجيب كمبيوتر وسط النت في البيت، خلي بالك من ولادك، انت كده بتدمرهم، دي مش حريه. حط برامج معينه لولادك حتى هم صغيرين، هيتفرجوا على ايه، هيتكلموا في ايه، هيعملوا ايه، ما تسيبش الامور مفتوحه وفي الاخر تقول الحق ده بيتي اتخرب، ده ولادي مش متربيين، انا مش عارف بعمل ايه، انا بجيب الاكل وبجيب الشرب وبعمل كل حاجه. لا، هذا الموضوع انت اللي بتدمر بيتك. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال التعليم في الصغر، التعليم التربيه هي الاساس، كان نقش على الحجر اللي هتاسسه هو اللي هيكون في نهايه الموضوع. والله يا دكتوره طبعا. طيب الموضوع كمان يا دكتور، برغم المؤثرات لما البنت بيحصل منها او الام بتاجي مثلا بتبحث في تليفون بنتها او في الكراسه بتاعتها او في الكشكول او 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 بتلقى مثلا خطا ما، او البنت مثلا بتكلم حد من جارها، شباب من جيرانها مثلا، او اي خطا من الاخطاء اللي هي الوارده في المجتمع، النهارده الام او الاب يعاملوا البنت ازاي لو هي صدر منها خطا؟ تمام. طبعا انا مش مع خالص العقاب بالضرب، ولحد دلوقتي فعلا ممكن الام او الاب يمدوا ايديهم على بنتهم وده خطا كبير جدا غلط. تمام. يعني طبعا تمام. بنتعامل بالرفق، لان زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرفق لا يكون في شيء الا زانه، فبنتعامل بود وبنتعامل باحترام. وحضرتك اتحاوري معاها، شوفي هي عملت ده ليه، ما يمكن التاثير مش من البنت نفسها، من اللي حضرتك اهملتي فيها. اتفضل حضرتك. ماشي. طيب إذن الضرب لا للضرب؟ لا طبعا. والإهانة؟ لا. أحيانا بنسمع دكتورة فلانة دي اتخطفت، فلانة دي سابت البيت وتركت، فلانة مش عارف فلانة وفلانة، نجي بنبحث عن الموضوع ما بنلاقيش أصلا حد اتخطف ولا حاجة خالص، بنلاقي أصلا إن البنت جالها خطيب
أو زوجها يتزوجها وهي مش عايزاه، فتعمل إيه؟ حاجة من اتنين، يا إما تنتحر يا إما تهرب برا البيت. طبعاً. فطبعاً التاجي تسأل الأهل والأم، ده الأب والأم، لا دي تركت البيت ومشت، دي مش عارف إيه، ده فلان خطفها، ده فلان مش عارف عمل إيه، وفلان مع العلم إن هو أصلاً أساس الأب والأم. أنت النهاردة إيه الرسالة النهاردة نوجهها النهاردة الأب والأم؟ نقول لهم إيه؟ أنا طبعاً بقول لهم تو ربنا في بناتكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع، فحضرتك مسؤول عن بنتك وحضرتك مسؤول عن بنتك، هتتحاسب عليها طبعاً يوم القيامة. أحسنوا المعاملة، أحسنوا التربية. طبعا في فجوه طبعا كبيره جدا ما بين الاب والام وما بين البنت. كتير جدا بيبقى فيه مشاجرات، فالبنت ما بتبقاش حاسه، سواء البنت او الولد يعني، ما بتبقاش حاسه ان في حاله استقرار في المكان، في البيت اللي هي عايشه فيه. ده اللي بيخليها في الاخر تلجا لاي حد يقول لها كلمه كويسه، لاي حد يبقى عايز ياخد بايديها. ومن هنا بتيجي بقى الدخلات، ان واحد يقول لها انا معجب بيكي، لان هي في الغالب طالما مش بتحكي جوه فهتحكي طبيعي بره. يعني اذا يا دكتوره، انغلاق الحوار بين الاب والام يهدد الاولاد، يجعل هذه البنت او هذا الولد يتركون البيت في اقل السهوله جدا. سوء المعامله بين الاب والام، بين الاب والام مع بعضهم البعض، يؤثر نفسيا على الاولاد. بالطبع البنت هتروح هناك ضايعه، وقبل كمان ما تروح لزوجها، وقبل ما تتعقد، وقبل ما تحمل كل المصايب السوداء اللي احنا بنشوفها النهارده في ازواجنا وفي اولادنا يا جماعه، محمله. مش ما النهارده معظم الازواج المصريين بصفه خاصه مش عارفين يتعاملوا مع ازواجهم. بقول اهو، معظم الازواج المصريين مش عارفين يتعاملوا مع ازواجهم. ليه؟ عشان البنت قبل ما تكون زوجه عند والدها ووالدتها دايما في تناحر، في مشاكل، في خنقه، في حقد، في حاجات كبيره جدا يا جماعه اثرت تاثير كبير جدا على نفسيه البنت. بالطبع اللي حصل ايه؟ إن البنت أصبحت رايحة هناك لزوجها وهي فيها اللي مكفيها، مش مستحملة حاجة، بمجرد ما الزوج يقول كلمة تلاقيها ماسكة فيه. والله يا دكتورة صحيح، مش هو ده اللي بيحصل؟ صحيح. ونفس النظام برضه، الزوج يا جماعة برضه فيه اللي مكفيه برضه من أهله. فغور بقى تحمل مسؤولية بمجرد ما الزوجة تتكلم على أمر مش يعني أمر ما يستاهلش، تلاقيها بيعاقب الزوجة معاقبة سيئة، معاقبة يعني غير، مفيش دين بيقول إنك تضرب البنت بهذا الضرب الإساءة، أو مفيش دين بيقول لك إنك تعاقب المرأة بهذا القرار. بالعكس، يعني كل الأديان كرمت المرأة، وآخر دين الدين السماوي كرمها في سورة كبرى تسمى سورة النساء، وسورة تسمى سورة الطلاق. بل سبحانه وتعالى قال المرأة كريمة ما أكرمها إلا كريم وما أهانها إلا لئيم. بل هناك أشياء كثيرة يا دكتورة، الله سبحانه وتعالى أكرم وصف المرأة بهذه الطريقة. ليه إحنا النهاردة مش فاهمين البنت؟ ليه؟ أنا بقول لحضرتك في فجوة كبيرة جدا ما بين الأب والأم وما بين الأبناء، إحنا ما بنحاولش حتى نفهمهم، ودايما عندنا نظرة كده إن طالما أنا الكبير يبقى أنا اللي دايما يكون رأيي صح. لا حضرتك اسمع لها، شوف حتى أسبابها لما بتعرض عليها موضوع معين، شوف هي ليه مش قابلة الفكرة دي. ما بين عندناش لغة الحوار يعني، للأسف إحنا بنفتقد في بيوتنا لغة الحوار. تمام، ناخد اسم محمود. ألو. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك. الله يكرم حضرتك. وحضرتك انا عندي الزوجه عندها انفصام. عندها ايه؟ انفصام. انفصام اتفضل. وعندي طفله 12 سنه. كيف انا اتعامل؟ يعني بنتي ما بتتحملش ان انا اتكلم معاها كلمه. يعني هي الفتره الاخيره علاقتي بها بقت كويسه جدا، يعني انا بصاحبها واحتويها واقرب منها وكده، لكن ازاي انا يعني مثلا هي حاليا عندها موبايل، فانا برضو عايز اظبط ده معاها، بنات عمها وبنات خالتها اكبر منها معاهم الموبايل. حضرتك الجزئيه هي الميديا بقى اللي بدات تدخل فيها البنات وكده، ازاي انا اتعامل مع ده بدون عايز اراعي حساسيه البنت، لان هي عندها ظروف نفسيه برضو حضرتك. تمام. اشكرك محمود، الرساله وصلت. دكتوره اسماء هو بيقول ان هو زوجته عندها انفصام. طبعا الانفصام ده طبعا مرض مش سهل، مرض برضه خطير جدا، لكن مراعاة طبعا الزوج ان هو يخلي باله، مع زين ان هو عنده بنت عندها 12 سنه. البنت طبعا معاها تليفون، فهو ازاي النهارده يتعامل مع البنت بحساسيه؟ البنت حساسه وهي مريضه وتعبانه، احنا النهارده عايزين كيف نتعامل مع اولادنا؟
طبعا هو يعني لازم طبعا يبقى فيه متابعه، وهو هيبقى عليه عبء كبير جدا، لانه دلوقتي هيبقى قايم بدور الاب ودور الام. دور الاب والام احسن. الام كده مش هتتابع. طبعا فحضرتك يعني حاول دايما تقرب منها، تشوف مثلا الحاجات اللي هي بتحبها وتعملها لها، الهوايات اللي هي شاطره مثلا فيها. كل الاساليب دي بتخليك تبقى قريب اكتر من البنت، وبتخليها تفتح لك قلبها لو في حاجه مضايقاها. وما تقولش الناس انها صغير، يعني بسم الله ما شاء الله الاطفال دلوقتي والبنات بيبقوا في سن صغير جدا ومدركين لامور كتير قوي. وطبعا حاول انك ما تكلمش عن مامتها طبعا بطريقه مش كويسه، ودايما تظهر الام في صوره مثاليه، في صوره كويسه. حتى جميله جدا الكلمه دي يا دكتوره، ودي رساله النهارده من الدكتوره اسماء لاخواتنا المشاهدين والمشاهدات، ان كل اب وكل ام ما يتكلموش على بعض امام الاولاد. يعني ما تجيش الاولاد وانت لسه بتقول انا عايز اربي ولادي، والام مثلا تبقى موجوده مثلا ولا تخرج مثلا بره في المطبخ ولا حاجه، وانت قاعد انت اولاد تقول دي على فكره امكم فيها وفيها وفيها وفيها، وفيها دي بنت لازم دي حصل منها كذا وكذا. الموضوع ده مرفوض والله طبعا دكتور. كتير جدا الاب بينتقد الام، وبينتقد كمان يعني اهل مراته قدامها، فيبتدي ان هو يتكلم عن جدها بطريقه مش كويسه، عن تيتا مثلا بطريقه مش كويسه، وكل ده طبعا خطا. انت كده بتخلي الطفل يتجرأ على الاكبر منه. تمام، احسنتي احسنتي. لكن انت تنصحيني النهارده في اقل من دقيقه كيفيه المعامله. انا النهارده مش عارفه كزوج مش عارف اتعامل مع زوجتي، ولا زوجتي عارفه تتعامل معايا، مع العلم ان احنا عندنا اولاد. الاولاد دول نظامهم ايه؟ هيضيعوا والله هيكملوا والله الدنيا ماشيه ازاي؟ طبعا هي المفروض بتبقى يعني الكفه بتبقى واضحه جدا، الاب ليه دور والام ليها دور. ما ينفعش حضرتك تقول لي اصل هي بنت والبنت بتبقى مرتبطه بمامتها اكتر، فانا شايل ايدي خالص من الموضوع وكل التعامل مع مامتها. لا طبعا حضرتك ليك دور. هي دلوقتي لما البنت بتعجب بشاب بره، ايه اللي بيخليها تعجب بشاب؟ لانه بيسمع لها، لانها بتبقى في احتياج ان حد يكون متفهم معجب مثلا بيها. حضرتك كاب ممكن تقوم بالدور ده، لما تبقى البنوته لابسه حاجه كويسه ايه المشكله انك تقول لها ده الطقم ده جميل جدا عليكي؟ تسمع الكلمه من حضرتك احسن ما تسمعها او تبقى منتظره انها تسمعها من شخص غريب، خاصه في وقت المراهقه. طبعا في فتره المراهقه. وعايزه اقول لحضرتك يعني الستات عامه بيحبوا قوي يسمعوا الكلام الجميل، يعني سواء كانت في المراهقه او سواء كانت حتى وهي مراته نفسها لو قال لها. اشكرك دكتوره اسماء الهرش، وقت حلقتنا انتهى. كان بودي ان انا الوقت يكون اكبر من كده مع حضرتك، مستمتعين بالحديث مع حضرتك، كلام علمي كلام منطقي كلام عقلاني كلام جميل جدا. اتمنى النهارده من اخواتنا المشاهدين يكونوا استفادوا النهارده من حلقتنا. تربيه البنات ازاي النهارده يا جماعه نربي اولادنا تربيه صحيحه، ازاي النهارده نخلي بالنا من اسلوبنا من كلامنا من كل حاجه بنعملها يا جماعه. الاولاد بتاثروا بيها تاثير نفسي كبير جدا، كل حاجه يا جماعه النهارده بنزرعها في الصغر اكيد هنحصدها في الاخر. النهارده بنسال ليه النهارده ابني بيعامل لي معامله سيئه، ليه بنت النهارده بتعامل لي معامله سيئه؟ يا جماعه عشان انتوا ما ربيتوش تربيه صحيحه من البدايه. انت يوم ما فكرت تزرع زرعت البذره خطا. اتمنى من كل اب وكل ام النهارده يزرعوا زراعه صحيحه. كل التحيه وتقدير دكتوره اسماء سعد، يعني سعداء بيكوا استفدنا من حضرتك. تحيات لحضرتك يعني نورتينا وشرفتينا في مركز تفاؤل في برنامج تفاؤل. كل الشكر والتقدير ايضا الى مخرجنا العظيم دكتور وليد عماره، استاذ محمد الشاهد، استاذ اشرف العمده، كل اخواتنا الافاضل، استاذ رامي، كل الناس وكل طاقم الذي يعمل معهم في الكاست في قناه الصحه والجمال. تحيات لحضراتكم جميعا، والشكر ايضا موصول الى اخواتنا مشاهدينا ومشاهدات في كل مكان. يا ربي تكونوا دايما متفائلين وسعداء وتكونوا استفدتم من الحلقه. تحياتي لحضراتكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه بكره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا البرنامج برعايه